إذا للوقوف عند دلالات استمرار التظاهرات في السويداء والرفض الشعبي للواقع المعيشي والاقتصادي والسياسي وتداعيات ذلك على الثورة المستمرة في سوريا منذ عام 2011، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. أستاذ زياد، مرحبا بكم. بداية، يعني ماذا تعني لكم هذه التظاهرات التي خرجت في السويداء منذ نحو أسبوع، وبما تختلف عن سابقاتها أستاذ زياد؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. هذه التظاهرات التي اندلعت قبل أسبوع ومستمرة حتى الآن في محافظة السويداء، حقيقة الأمر هي تحمل مطالب يعني اقتصادية معيشية، لأن الشعب وصل إلى يعني 85% من الشعب السوري الآن، ومن ضمنهم أهالي السويداء، تحت خط الفقر، وبالتالي رفع الدعم عن 6000 عائلة سورية، يعني شمل 3 ملايين بني آدم وإنسان سوري، من رفع الدعم الحكومي عن هؤلاء، وبالتالي أفقر الناس. وانطلقت هذه التظاهرات حقيقة الأمر للتعبير عن سخط الجماهير عن ممارسات السلطة تجاه الشعب. حقيقة الأمر هذه الانتفاضة ليست الانتفاضة الأولى، هنالك 5 انتفاضات منذ عام 2011 إلى يومنا هذا، استطاع النظام بالتعاون مع شيوخ العقل إخماد 4 انتفاضات، إلا أن هذه الانتفاضة الجديدة تتميز عن سابقاتها بأن شيوخ العقل ورجال الدين في الطائفة الدرزية الأشقاء في السويداء يقفون إلى جانب هذه التظاهرات ويدعمونها. هنالك اليوم وأول أمس الشيخ سليمان عبد الباقي يعني قاد المتظاهرين ووجه يعني شتائم إلى مستشارة الرئيس بوسينة الشعبان، وقال أيتها العجوز الشمطاء أننا نحن لسنا عملاء، لأنها اتهمتهم بالعمالة. النظام بشكل أساسي عندما يريد أن يعني يتصدى لأي تظاهرة شعبية ضده يتهمهم بأنهم عملاء. هذا الحراك الشعبي الجديد نتمنى أن يستمر، وهنالك محافظات أخرى وخاصة محافظة إدلب المحررة من يعني من سلطة النظام وقفت إلى جانب السويداء، ولكن ننتظر حقيقة الأمر من المحافظات الأخرى. ولكن يعني من أستاذ زياد، عفوا، في هذا السياق هناك من يقول إن هذه التظاهرات هي احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية سرعان ما تخبو بمجرد أن يستجيب النظام لبعض منها. هل يمكن التعويل على تنامي هذا الحراك ليشمل محافظات أخرى أستاذ زياد؟ يعني صحيح أنها مطالب يعني اقتصادية ومطالب معيشية، ولكن حقيقة الأمر أن في اليومين الماضيين يعني تعدت هذه المطالب، وأصبح المطالبة بإسقاط النظام واضح في التظاهرات. لا يمكن أن نعول على بقية المحافظات، لأنها تئن تحت سياط أجهزة المخابرات. الشعب فيها يئن تحت سياط أجهزة المخابرات، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي المزري يعني في سوريا. يعني هنالك بعض يعني التنظيمات السياسية دعت إلى رفض شعبي لسلطات النظام في بقية المحافظات السورية ودعم أخوتنا في السويداء، وأنا أقول أن هذه الثورة في السويداء ستستمر، ولكن لا يمكن التعويل على أنها ستستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تنتفض بقية المحافظات الأخرى. وأملنا كبير بأن تنتفض المحافظات الأخرى لتقف إلى جانب السويداء لتعيد بريق الثورة من جديد، ونعود إلى عام 2011 بعد أن استطاع النظام أن يسيطر على الأوضاع بتعاون إيراني روسي. أستاذ زياد، توازي هذه التظاهرات في السويداء مع ربما توجه النظام لعقد تسويات
جديدة معينة، هل تعتقد أن الشعب السوري بات يؤمن بتسويات نظام بشار الأسد؟ في هنالك تجارب يعني قديمة للتسويات، 10 تسويات في درعا وفشلت وانقض عليهم، 10 تسويات في الغوطة الشرقية وانقض عليهم بعد التسويات، وأجرى تسويات في حلب وتسويات في شمال حمص وجنوب حماة، وكل هذه التسويات يعني ما لبث أن انقض عليها النظام ويعني لم يلتزم بها، وبالتالي كل هذه التسويات التي يمكن أن يجريها النظام هي عبارة عن حالة مؤقتة ليسيطر على المناطق التي تجري فيها التسويات، ومن ثم يفرض سيطرته ويقوم باعتقال كل النشطاء في هذه المناطق. لذلك لا يمكن أن يؤمن جانب النظام في هذه الناحية، وبالتالي لابد للشعب أن ينتفض وأن يقف إلى جانب إخوته في السويداء، لعلنا نرى فجرا جديدا للثورة ومن جديد لكي نخلص ويخلص الشعب السوري والمنطقة كلها من هذا النظام ومن جرائمه. هناك تصريح خطير لصهر آل الأسد جهاد بركات قائد ميليشيا المغاوير، والذي قال صراحة إنهم عملاء، يصف الشعب في السويداء بأنهم عملاء ويجب محاسبتهم. ما رأيكم بهذا التصريح أستاذ زياد؟ يعني النظام ليس لديه سوى هذه العبارة، كل من لا يقف يعني بجانبه فهو عميل، بينما هو ومؤسس هذا النظام من أكبر عملاء المنطقة، هم من باعوا الجولان للكيان الصهيوني، هم من قتلوا الفلسطينيين يعني الفصائل الفلسطينية في لبنان ورحلوها إلى تونس، هم من هاجموا تل الزعتر، هم من فرطوا بالأرض العربية، هم من وقفوا إلى جانب إيران في حربها ضد العراق. يعني هذا ليس ذلك دليلا على أن هؤلاء هم العملاء، بينما المطالبين بلقمة عيشهم والمطالبين بحقوقهم عملاء. يعني كل أركان النظام وعلى رأسهم كما قلت لك يعني بوسينة شعبان اتهمت أهل السويداء وستتهم كل من يثور ضد النظام بأنهم عملاء، بينما حقيقة الأمر تقول بأن النظام وأعوانه هم أكبر عملاء في المنطقة، ليس يعني ضد سوريا إنما ضد المنطقة العربية كلها. هم أتوا من أجل تحقيق يعني الحلم الصهيوني بالسيطرة على المنطقة، وهذا ما تحقق من خلال وجودهم 50 عاما في السلطة. عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لكم.